في حديث الجارية، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر ببيع هذه الجارية التي اشتد تمردها وخيف من شرها أن تؤثر على أهلها. يقول: فهل يجوز بيعها مع أنها قد تضر بالمشتري في دينه؟ يبيعه إذا المشتري ما صلحت عنده يبيعها أيضا، وإذا شافت أنها تباع من واحد الواحد فهذا مما يؤثر فيها ويحثها على التوبة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يأمر بشيء إلا وفيه حكمة تظهر لنا أو ما تظهر. نعم.